doing? How are you doing? You only doubt yourself when you're not doing enough. We're gonna make this building great again. Now this is paid off by that. So that's a 16 units property that we're actually closing on today. I'm here. My name is Jalal. I go by the King of Miami Real Estate. ويسعد ربكم يا احلى عالم جلال ابو مويس. الساعه 6 تقريبا 7 الصبح اليوم رايح على فيغاس. في هناك برنامج كبير على اليوتيوب لصديق الي بدي يعمل معي مقابله. يعني انا مش حسافر الصبح وارجع بنفس اليوم بالليل، 5-6 ساعات سفر على اي اشي. اليوم يوم كبير، اليوم ابن بلدكم جلال ابو مويس طالع على واحد من اكبر برامج، مش عارف شو بدك تحكي لك، كتوك شو، هو بودكاست في البزنس في امريكا من اكبرهم. بس اليوم عشان قد ما هو مميز طلبت الشوفير الخاص، الحرس الخاص، كل شيء خاص. اليوم في اي بي، تعالوا معي. واتس اب جين؟ هلو سير. يوم كبير. فاليوم قايلكم ان انا رايح على فيغاس اللي هي ولاية نيفادا، هي بعيدة منهم 5 ساعات. المهم اليوم راح اقابل صديق الي، طبعا هو شخص عزيز وكبير برضه في البلد بخصوص البزنس، اسمه برادلي. في منكم كتير بعرفه، له فيديوهات طلعت فايرل اكتر من مرة. هو اجنبي طبعا عايش هناك، فانا راح اشوفه. بدنا نعمل المقابلة هاي مع بعض، وبعديها المفروض ان نلفلف بفيغاس، نروح نتغدى، نحكي في شوية بيزنس، انه في مصلحة بدنا نفتحها. قولكم شغلة، اخر مرة شفته لما رحت له انا بفيغاس، على فيغاس طبعا الناس بتفكر فيغاس انه بس بتروح تنبسط وتحتفل، لا لا، في فيغاس العادية جدا اللي بس ناس عادي بتشتغل وبتروح على الشغل وبتروح وبتنام، عايشين عادي. فيغاس مش السين سيتي، هاي المكان اللي بتشوفوا فيه اللي كل براهن وكازينوهات، لا لا لا، هي مدينة كبيرة كتير. ايش بدي اقولكم اياه، انا بكتير فيديوهات حكيت انك تبني علاقات كبيرة اشي كثير مهم. انا قلت لكم هذا الحكي كثير كثير كثير، بس المشكلة في ناس عن جد ما بتفهم شو قصدي بهذا الحكي. يعني خد لك هالصدفة، تعرفت على هالبني ادم برادلي بالصدفة بال 2018، صرنا اصدقاء بال 2019، طلعني على البرنامج تبعه، صارت كثير ناس، اكثر ناس من اللي بتابعوا تعرف مين جلال، عملت معهم بزنس، عملت معه هو نفسه بزنس، في بزنس الي معاه فانه قلنا فيه مع بعض من ال 2019، بس مو كبير، اش صغير، بطلنا نعمله كثير، بس المهم هسه راجعين نلتقي نشوف وين بدنا نروح بال 2024، لانه هو عنده بلاتفورم، عنده شغله بقدر انا اضيف لها ونبني اشي منها اشي كبير، وبحكي بالتفاصيل ان شاء الله، بس يكون في اشي اتفقنا عليه. بدي اقول لكم شغله، اذا بتلاحظوا، اذا عاده بتشوفوا الناس اللي حوالي، انا عمري 31 سنه، الناس اللي حوالي دائما بتلاقيه 45 50 55. انا كل اصدقائي اكبر مني، وهي مش موضوع عمر، هي موضوع انه انا دائما قاعد مع الناس اللي بكون اقول لك الانجح مني، بس واعمل حالي بحكي كلام كبير. اعطيكم اياها بالمشروح، بدك تعرف ناس تعمل مصاري اكثر منك. هسه بتقول لي جلال طب ما هذا تاجر ممنوعات وهذا بقعدش، يا عم انا جاي لك اقعد مع اولاد الحرام، بتلاقي ناس عامل مصاريها بالصح، انجح منك وافهم منك في اشي انت ما بتفهم فيه، عشان انت تقدر تتعلم وتتطور. تضلك قاعد مع نفس صاحبك المصرمج اللي معوش قرشين يحكم في بعض، شو بدك تتعلم منه غير العاطل اللي هو فيه؟ صاحبك بيعمل 100 مليون بالسنة، معناته انت بقعدتك معه بصحبتك معه يمكن ما تصير تعمل 100 مليون زيه، بس يمكن تصير تعمل مثلا 2 و3 و10 مليون بالسنة، ما بتعرف. فاهمين علي؟ بدك تصحصح، بدك تشغل لها الطاسة، ما بنفعش نضل نعمل نفس الاشي اللي بعطينا نتائج احنا ما منحبها، بس منضل نتوقع اذا بنعمل نفس الاشي ممكن نعمل اشي يطلع من هالإشي إشي غير. إذا أنت بتعمل نفس الإشي الناتج اللي أنت ما بتحبه حيضل يطلع لك، بس ما تعمل نفس الإشي وتتوقع يطلع إشي ثاني أحسن من الناتج اللي أنت ما بتعمل اللي ما بيعجبك، ما بزبط ما بزبط.
بدك تغيير حياة بحياتك، بدك تبلش تعمل تغيير في عاداتك، في اللي بتعمله يوميا، لتشوف تغيير بحياتك. يعني الصديق اللي انا راح اشوف اليوم ما عمره 55 سنة، بس الزلمة بيعمل ابو 40-50 مليون بالسنة بالراحة، هذا بيعمل اكثر مني. ففكرك اليوم لما انا طارق مشوار على فيغاس وماخذ اللي بصورني معي، يعني تيكتات دافع ابو 3-4000 دولار رايح راجع نفس اليوم، مفكرين كله هذا على الفاضي؟ لا، يعني انا الوقت اللي بمضي هناك وبتعلم، ممكن اتعلم اشي منه، اشوف شو عامل بشركته، القط شغلة اطبقها عندي بالشركة، تصير تعمل لي مصاري اكثر. انا هذا بالنسبة لحقه مصاري، لو طلب مني مصاري لا تفعله كمان عشان اقضي يوم عنده بالشركة. ضروري الواحد يكون عنده علاقات مع ناس عم تنتج اكثر منه عشان يقدر يضل يتطور. والله العظيم وبنهي هون، انك تبني علاقات مع ناس ناجحة بتعمل مصاري اكثر منك اهم من اي شهادة تاخدها من اي جامعة بالعالم، ومنتية وبعيدها. Let's do this. كبير بدكو تعرف شو من احقر الاشياء اللي البني ادم ممكن يمر فيها؟ يستنى في الطابور شو من المراية. بدك اشي حفزك يكون عندك طيارتك، وين الطيار يطلع لما انت بدك؟ روح مطار عام، طوابير، على تفتيش، على شنطتك، على افتح الشنطة، على متأخر، بلش اركض في هالمطار. كل تقيمة لما اقول بدي طيارة خاصة، الكل بيجي بقول لك اه جلال ما انت شايف حالك بدك طيارة خاصة. والكو اقسم بالله العظيم بورجيكو شغلة، يعني إذا بتفتح شاشتي عليها طيارة خاصة. بدي طيارة خاصة مش عشان بدي أتمنظر عليك، أنا بتمنظر عليك يعني بهجيك لاس خلص انتهت. ولا بجيب سيارة خلص، إذا بدي أشوف حالي روح جيب سيارة، ليش تكلف حالك عشرات الملايين لتشوفها حالك على حدا 300-400 ألف تشوف حالك عليه قد ما بدك. بدي طيارة خاصة لعشان طيارة يطلع لما أنا بدي. بدي طيارة خاصة تروح على المطار الخاص، ما في تفتيش زيادة، بصير كل شيء زي ما بدك، الأكل زي ما بدك، كل شيء زي ما بدك، طالع بالطيارة لحالك أنت ومرتك ولا مين ما معاك، بدل ما تطالع مع 300-400 واحد. الله بيعلم كل واحد شو عنده أمراض، شو بعرفك يا زلمة. بس الطيارة خاصة عشان تكون بني آدم VIP، بالصف الطابور تقول زي صافي طابور مدرسة الصبح. شو بيخزي منتهية سفرة كبيرة اليوم. Let's go. هاي دكان، هاي الدكان كدائما في كاشير صح؟ اليوم بطل في كاشير، هسه صار في الماكينة هاي، تحط الكرت عليها بتفوت تأخذ اللي بدك إياه، وانت طالع في هناك إكزيت بتحط اللي بدك تشتريه على الماكينة لحالك طالع. يعني مش مضطر حدا يكيس ويعمل ويحاسب ورجع الكاش، صارت الماكينة تعمل كل شيء. والله العظيم قريبا بتصير انك هناك تشتغل شغل المهندس والطيار والسمسار، كله حيروح. شوف انا اخذت هدول لا كاشير ولا اجي، بس مصور بس بطلع زي هيك. هاي الماكينه هون. واو دود ذاتس ات. احنا جايين على فيغاس وبس يوم واحد، جايين الصبح وطالعين بالليل لبزنس. بس في مكان لو موجود في اي مكان في امريكا لازم اروح عليه، هو موجود بنيويورك وموجود بفيغاس، اسمه بيتر لوجر. هذا محل ستيك 1887، يعني فاتح من 1887. تخيل انهم فاتحين، بعد لكم اياها من 1887. والكو يعني البراند اللي جوا هالستيك يعني كم سنه لفاتحين، مش عارف عدهم، مش عارف اجيب الرقم. بس ستيك قوي. الله شوف 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 شوف. كنت اعرف شو الناس بتيجي ها السقط بيعمل بامريكا زي هذا. شو من ذيس جاي زيها شو صار؟ بيجي بضل يقامر، بيجي على فيغاس بضل يقامر يقامر يقامر، حياته كلها حرام. ونعمل له قرشين بيجي ايش؟ بحرقهن وين؟ هون. زي حياته. اوعك تكون زي هدول. احنا هون جايين شغل، احنا ما نقامرش لا سمح الله. ملناش في الحرام. شايفين ليش بقول لكم امريكا شعبها مو أذكى منا إحنا العرب؟ بيجي هالغبي اللي يلقط بطارد 40-60 ساعة بالأسبوع شغل، بحط كل المصاري هون، بصرفهم كلهن وبخلص، بدخل بالدين عشان يضل يقامر زي هالسقط، وفاكرين حالهم إنهم الشعب اللي متقدم علينا. أقسم بالله
الواحد منهم بقعد على الكرسي ما بقوم من اسبوع. كات كل مصاري هون. على فكرة في عرب كثير بيجي هون، بيجي من بلاد جاي يغير حياته بأمريكا، تلعب معاه القرش يمين تلاقيه صاف فنان. اوعى تكون زي هالصقر، اوعى تقامر لا هيك ولا بحياتك. شايفين كيف لما جلال ابو مويس بوصل ابن بلدك اكبر شركه بامريكا؟ شوف كيف اسمه على الشاشه ابن بلدك. قص ويسعد ربكم يا احلى عالم، معكم جلال ابو مويس. ترى ايش جاي احكي لكم؟ اللي بصور قاعد بقول لي يا جلال اعمل فيديو شوف المنظر حلو، شو ذا فيو، ولا بقول لي المنظر حلو اعمل فيديو. قلت له بنعمل فيديو بس مش لانه موضوع منظر، لانه موضوع انا بحب افضفض، بحب افضفض للكاميرا بالمنيح او المش منيح، لانه اذا منيح بتتعلمه، واذا مو منيح تتعلموا من غلطي، يعني على الجهتين تتعلموا. بهذا الفيديو بدي احكي كم شغله، اللي هي اول اشي انا مو قصدي بهاي الفيديوهات. تع شوفوا يا عالم يا ناس، جلال فولاذي، جلال بتوجعش، جلال بخسرش. الحياه هاي قد ما كنت كبير ومين ما تكون وما شو منصبك في هالدنيا، كلنا بنتوجع، كلنا بنتوجع، كلنا بشر، كلنا جلد، كلنا دم، كلنا نفس الاشي. زي ما انت بتتوجع غيرك بتوجع، الفقير والغني بتوجع يمكن أوجاع غير، بس الاثنين بشر والاثنين بحسوا بنفس الإشي. شو ما كنت تكون كلياتنا واحد. اللي حاب أشرح لكم إياه، لما جلال يطلع معكم عندكم بالفيديوهات وقاعد بحفزكم ويا عالم اعملوا سووا سووا سووا، هذا لأنه أنا غايتي إني أحفزك، غايتي اني ادفشك لقدام. ولا شو بدك احط لك موسيقى حزينه واطلع لك بهالفيديوهات واقعد اتمسكن واحكي لك على اغلاطي او الاشياء اللي بحسها ومرات احساسي بحكي له يا الله ايش بدك؟ روح اسمع، عندك تامر حسني، عندك مغنيين بغنوا للاحزان، بتسمع زي ما بدك، عندك كاظم الساهر ولا ابصر مين، اسمع وتمعشق وتدمر قد ما بدك. بدك تيجي تحضر عند جلال، بدك تيجي تشوف جلال، بتيجي بتشوف ايش يعطيك حافز تمشي لقدام، تمشي لقدام. بس شو اللي عن جد حابين تسمعوه؟ انه في ناس اصدقائي جلال، ورجيهم ورجيهم وجعك مرات عشان يحسوا انك بني ادم. يعني معقول حدا طلع من ولا اشي صار اشي؟ ولا انا عملته صغير اللي انا عملته؟ ما بقولكم انا عامل اشي حقه مليارات، يعني هالكم مليون صغار وعلى القد. يعني اليوم انا قاعد بشركة صاحبي، يعني هذا مبنى صاحبي، هذا كلياته شركته، زلمة بيعمل ابو 100 مليون بالسنة، فوق تقريبا 130 مليون بالسنة. يعني هذا مثلا، يعني انا باجي بقول لك هذا عن جد باني، انا بنعمل كم مليون صغار، احنا لسه ما صرنا هناك، ان شاء الله بنصير. زلمة ابو 60 سنة، انا 31، يعني معي وقت وان شاء الله ابن بلدك بوصل. فاللي انا مش قاعد ابين لك انا اكثر واحد بيعمل مصاري بامريكا، لانه على اكيد لا، بس ان شاء الله بنصير باذن الله وان الله راد. بس اللي قاعد بقول لك اياه انه ما حدا وصل لوين انا او وين لهالزلمة صاحبي وصل، او لمين ما انت بتطمح تكون زي وصل، بدون اوجاع، بدون اغلاط، بدون كسره، بدون حصره قلب، بدون اشياء كثير. بوعدك، وبدك تعرف زي ما انت بتمر بامور عاطله، في مرات بتمر بامور يعني بتجرحك، بتخليك تقعد في الدار، تصفن في الغرفه، مش طايق تحكي مع حدا، برضو بتصير معي، برضو بتصير معي، وبتصير معي، وبتصير مع اللي اكبر مني، وبتصير مع الكل. هذا اشي طبيعي. اللي بفرق الناجح من الفاشل هو اشي واحد، انا بقول انه لما انت تحس بهالاشي، واذا انت ناجح لما تحس بهالاشي بتقوم بتدق على صدرك وبتكمل تاني يوم. قسما بالله العظيم ازيد لك من الشعر بيت. امبارح خسرت من اعز الناس على قلبي، بقول لك اياها لاسباب، ومش ضروري احكي بتفاصيل. اللي انا بعرفه انه اليوم كان علي اطلع في طياره اجي اعمل الاجتماع اللي جاي اعمله بفيغاس، وارجع على ميامي بنفس اليوم واعمل اللي علي ومنتيه. ما صحيتش الصبح زعلان ونفسيتي ما عندي، عندي اشي لازم ينعمل، بنعمل بحذافيره، وكانه اليوم اللي قبله كان احسن يوم بحياتي، وبصحى مكمل وعادي. من اكثر الاشياء اللي انت لازم تعملها تفهمها تعملها
عادي من عاداتك كإنسان بدك تصير ناجح أو ناجح إنه شو ما صار باليوم اللي قبل اليوم اللي بعد لازم ما يتأثر فيه. بدك تكون انحيازي. إذا اليوم اللي قبل كان حلو بتكمل اليوم التاني وبتقول اليوم بكون بجنن أكثر. اليوم اللي مر علينا كان يوم تعيس عادي بتصير اليوم اللي بعده بدك تصحى وكأن اليوم اللي قبله عمره ما صار. انت تاني يوم بعد يوم تعيس بده يصير عندك فقدان ذاكرة. بدك يمكن ترسم قصص في راسك انه مبارح كان يوم بجنن، مبارح كان يوم بفلق بفرفح من الفرح، واليوم حيكون احسن وبكرة ان شاء الله احسن. يا عمي ما بدكم كمان انسان مؤثر عنا عربي بني ادم عربي يطلع على السوشيال ميديا يقعد يقول لك في احزان. معظم الفيديوهات اللي بتطلع عندها ترند واحد بحط موسيقى حزينة وبحكي بانه بالعلاقات وبدك تكمل والانسجام عمي شو بده بالحكي هذا؟ موجود في ناس بتستفيد منه، روح اسمعه. عندي بدك تسمع من جلال، انا ما بقدر اعلمك اشي انا ما الي فيه او ما بعمله. انا عندي قصة واحدة اسمها جلال ابو مويس، من خبرتي بعلمك، من طبيعتي بنشر بساعد بعمل اللي علي بطريقتي لانه هي الطريقة الوحيدة اللي انا قادر اكمل فيها بالبزنس وباي اشي تاني بحياتي. مش ضروري اقعد هون اشارك اوجاعي معاك عشان تحس جلال بني آدم. عساس البني آدم ما ببين بني آدم غير بالأيام الصعبة، والبني آدم لما يكون بالأيام اللي طالع فيها طلعة الصاروخ اللي بطلعه إيلون ماسك على السماء، لما تكون طالع طلعتك أنت هون مش بني آدم. يعني إذا أنت في أيام سيئة في أوضاع تعيسي بحياتك على الأكيد لازم أنت أصلا تستمع. شوف كلام بصير كبير فصحى، لازم تسمع لناس مش حاسين الإشي اللي أنت حاسه. إذا أنت زعلان مش بالضرورة تروح تسمع أغاني نكد حبيبتك تركتك، مش ضروري تسمع اغاني نكد. انت المفروض تسمع لناس هيك طالعين طلعتهم، ناس هيك متحفزه مش بحاسين باي وجع، لانه هاد الاشي اللي حيطلعك من الاشي اللي انت فيه. يعني ليش انا اليوم طارق مشوار اربع ساعات ونص طيران رايح، اربع ساعات ونص راجع في نفس اليوم عشان اقعد مع هالصديق اللي عندي؟ لانه انا ما بعمل 100 مليون بالسنه، بدي اتعلم. بروحش بقعد مع واحد بيعمل اقل مني، مثلا بيعمل مليون ولا اثنين بالسنه، شو بدي فيها؟ شو بدي اتعلم منه؟ اشي انا انجزته، اشي انا عديته، انا لازم اقعد مع اللي بيعمل 100 مليون، لانه انا ما بعمل 100 مليون بالسنه، ان شاء الله لقدام بتصير، بس بدي اقعد مع واحد بيعملهم، لانه هذا هو البسكليت اللي بالحياه اللي قدام اللي انا لازم اكون وراه عشان افهم شو عمل اللي انا لسه مو عامله او انا بعمله غلط عشان يشدني لقدام. هذا صح. بينفعش تضلك تدور بس على ناس بنفس المكان اللي انت فيه، او ناس بس لازم انه تشاركك احزانك. في مثل بالانجليزي بقول لك misery loves company، يعني معناته انه التعاسة بتحب تلم الناس على بعض، يعني بتتعرف على واحد وجعه من وجعك بتحبوا بعض وكأنكوا عرفتوا بعض طول العمر، انه هاي التعاسة. لانه شو في احلى من لما انت عندك وجع يجي حدا يقول لك والله حاسس فيك لانه انا بمر في نفس الاشي، بتحسوا انتيم العمر، بتقول كبرتوا مع بعض اقسم بالله. واذا بيجيك واحد بقول لك انا بعرف انت بشو بتمر بس بصراحة انا اليوم احلى يوم ومبارح احلى يوم ومبارح انجزت عملت ديل عملت 100,000 عملت 200,000، بتصير تفكر اللي قدامك بنظر عليك، لانه احنا مجتمعنا هيك علمنا، معنى هيك علمنا. اللي بده بيجي بيحكي انه مثلا يومه حلو يمكن هذا البني ادم مش قصده يحسسك انك اقل منه. اذا بيجي بقول لك انا اليوم عملت 100,000 ولا 200,000، اليوم عملت هيك ورحت على الجيم و و و و وانت يومك تعيس، بتقول ايه هاد قاعد بنظر علي، لانه انت اخذت عاده سيئه من المجتمع اللي انت فيه اللي مفهمتك انه هذا بنظر، بدل ما تفهم انه هذا يعني طالع طلعته انا لازم اصلا اتحفز من جوا اعمل اللي هو عامله، مش افكره عاطل، مش افكره بتنظر علي، لازم افهم انه هذا البني ادم يعني قانون الجاذبية مش واصله، مش ساحبه لتحت. ولا فاهم قانون الجاذبية؟ قانون الجاذبية بيسحب كل شيء على الارض لتحت، هذا قانون الجاذبية ما عندوش اياه، هذا طالع طلعته، هذا اللي لازم تقعد معه وانت تعيس. جلال اللي لازم تسمع له وانت يومك عاطل، جلال اللي لازم تسمع له وانت بدك تحفيز، مش اغنية حزن ونكد. قسما بالله كل بقول لك تعال امريكا بعمل وبسوي، انت فاهم وجع الغربة؟ انت فاهم لما توقع في هالبلد ما حدا بطولك؟ انت فاهم لما توقع في هالبلد اللي قايل لك تعال على امريكا عندي وبساعدك لتوقف على رجليك هو نفسه ما بطولك؟
انت فاهم شو وجع الغربه؟ وفي ناس كثير بتحضرني متغربه وفاهمين شو بحكي. انت فاهم لما حدا بالبلاد من اللي بيعزوا عليك زي مثلا امك، خواتك، ابوك، اخوك، اختك، مين ما يكون، يتوجع قديش انت بتتوجع انك مش جنبهم؟ تفهموش هذا الحكي، تفهموش انه الغربه خصوصا غربه امريكا، بحس غربه امريكا غير غربه اي بلد. هالبلد هاي بتنزلك على ركبك قبل ما تعطيك، بتنخك على ركبك قبل ما تعطيكها. والنخ على الركب هاي مش سنة وسنتين، 5 و10 سنين قبل ما تبلش تفهم اوكي بقدر اعمل، بقدر هيك هيك هيك، بقدر اسوي في البلد. قبل ما تعطيك بتاخذ منك قرن او اثنين. بعدين ما تاخدوش جلال مثال، بس المثال الوحيد عن الشاب المتغرب. في 100 عربي طلع من الأردن، فلسطين، يمن، ليبيا، من وين ما بدك من البلاد العرب موجودين في أمريكا، إلو 10 و15 و20 سنة لليوم ما عملش إشي. مش لأنه عاطل، مش لأنه هامل، يمكن في منه الهامل، في من العاطلين طبعا، بس في ناس ما قدروا هالبلد. البلد هاي مو سهلة. بديش أركز على موضوع أمريكا، الغربة كلها مو سهلة. وما تفكروش حدا بس عشان صار معه مصاري معناته ما برش في أوجاع. أصلاً اللي عاملني شخصية قوية، اللي عاملني شخصية مؤثرة، اللي عاملني شخصية قادرة تقعد قدامك وتفهمك وتحكي معاك وتنصحك، اللي هي الخبرات بالحياة اللي مريت فيها. لو ما مريتش في إشي، لو ما مريت في ولا أي إشي، شو بدي أعلمك؟ شو بدي أعلمك؟ إذا أنا مش فاهم شو بدي فهمك؟ إن أنا الحياة ما إجتش علي عركبي نزلتني، ومن حالي رجعت وقفت حالي، سندت حالي بعد أيام عاطلة، أنا ما بقدر أعلمك كيف تعمل هيك. والله لو ما شو ما يكون قدرة الحكي عندي، قول ربنا خلقني لساني حلو، لو شو ما يكون ما رح أقدر أقول لك كيف تطير طيارة هليكوبتر غير لما أنا أعرف بالضبط كيف. معناته لازم أكون مارر بالإشي لأقدر أعلمك، غير هيك ما بتزبط، ما بتزبط. بكفي نضحك على بعض، يا ما عنا ناس على هالسوشيال ميديا بتضحك على بعض، بيحكوا باشياء تلاقي عنده مثلا هالكم مشاهد، بتقول طب اللي حضر هاد شو استفاد، شو استفاد؟ بس بتلاقي الناس انه حابه انه الحكي محكي بشكل هيك ضحك على اللحى. جلال بيستفزك. إذا أنت جاي تحكي جلال بيستفزني أو لسه مش متأكد، خليني أكد لك، جلال بيستفزك. يس، نعم، جلال مستفز بس للأحسن. مستفز الكسول اللي يقوم على رجليه ويعمل، مستفز الكسول اللي قاعد ورا تليفونه، ما هذا وارث، ما هذا ناصب له نصبي، ما هذا عامل هيك، بيحكي عن كل ناجح. أنا بستفز هالشخص، قوم على رجليك واستحي حالك. إحنا عرب أعظم خلق الله على الأرض، وأحسن من الأجانب وأحسن من الأوروبيين، أحسن من أي بني آدم على وجه الأرض. بس بدنا نفهم شو نعمل ونفهم الصح. صح 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 صح، وقوم على رجليك واسترجل لأنك بتقدر. وإن حدا فهمك ما بتقدر، هذا حدا ضحك عليك. وبديك تنسى شو حكى، بديك تصدق كلام جلال أبو مويس، أنت تقدر وأنا مآمن فيك، وقسما بالله زي ما أنا عملت أنت بتقدر اللي أنا عملته، ويمكن تعمل أحسن مني كمان. أنا مش أحسن منك ولا أنت أحسن مني، أنا اللهم إنسان اشتغل على إشي ليوصل، وأنت بتقدر تعمل، بس لازم تبلش، وتبلش اليوم. ومنت هي، let's do this.